اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم بريكا معالا. اليوم ضيفتي فنانه متميزه، فنانه مغربيه دخلت القلوب المغاربه كاملين بادوارها المتنوعه. اللي قلت لكم هدى صدقي، ومن بعد غياب طويل غيكون لنا معها حوار مطول اللي كشفت لنا من خلاله على مجموعه من التفاصيل. بغيتو تعرفوا اكثر؟ اجيو معايا. مرحبا بك. اهلا علاء، مرحبا بكم ومرحبا بشوب تي في. الله يكبر بكم. لاله هدى اليوم كنشوفوا ستيل جديد، لوك جديد، لوك شويه كبر من لاج ديالك. شفناك في ادوار متعدده، شفناك دور الشيخه ليتيما المظلومه، الانسانه اللي باغا تخدم على ولادها، الارمله. شنو الدور اللي لعبه اليوم هدى؟ بون، هاد الدور هذا حنا حاليا كنصوروا مسلسل كيضمن 30 حلقه ان شاء الله. وبالنسبه للدور ديالي هو الدور ديال دادا، كيف ما الناس بزاف اللي كيعرفوا دادا اللي كتكون في العائلات الكبار، اللي هي كتربي الوليدات تاع مالين الدار من الصغر كيترباو عليها، وكتقريبا نقولك انها كتعطيهم الحنان يعني اكثر من الام، والوليدات تيكونوا اتاشي لدادا اكثر من الام. دونك هذا هو الدور ديالي. ودادا سي نقول لك هي ليستواغ كلها. دادا نقدروا في الاول في الحلقات الاولى غادي نشوفوا تقدر تبان لينا داكشي عادي، عادي نمطي، عادي نمطي، ولكن الدور كيبقى حلقه مورا حلقه، الدور غادي كيتطور، وفي الاخر كنعرفوا سي دادا سي ليستواغ كلها. هذا هو اللي شجعني انني نلعب هذا الدور هذا، لان في الاول واخا هكاك انني تخلعت منه وتخوفت منه صراحه. شنو خلعك في الدور؟ خشيت تكوني نمطيه؟ شوفي راسك كتعاودي. لا، هو ما غاديش نتعاود، ولكن خفت من الدور سي ما عرفت، المهم تخلعت وصافي. تخلعت، ولكن اللي عجبني فيه انه البعد الدرامي ديال هذا البيرسوناج خطير. ان شاء الله غتكون شي حاجه جديده وشي حاجه اللي غتنال اعجاب المتفرج المغربي ولا المشاهد المغربي. وفوالا، ودخل فيه شويه ديال الكوميك مع شويه ديال البكاء، مع شويه الانرجي. كاينه الانرجي فوالا. لاله هدى، بما انك انت الدور ديالك دادا، ودادا كنعرفوا ام، اليوم نبغي نعرف لاله هدى الام، كدير علاقتك بالبنيتات؟ كنعرفوك انت قريبه طيبه مع بنيتاتك، كطلعيهم معك الله مره مره تهضري عليهم. شويه ادينا على الامومه. على زعما شنو كيبان لكم؟ انا حنونه. اكيد. بون، علاقتي مع بنيناتي علاقتي مع بنياتي علاقتي مع بنياتي علاقة زوينة. كنحاول ما أمكن أنه ما تكونش غير علاقة ديال الأم مع بنتها، ولكن تكون علاقة ديال صديقة مع صديقتها. أنا نتقرب منها أكثر، بناتي بجوج نتقرب منهم أكثر ويكونوا صحباتي. نبغي أنا نكون الأخت، نكون الأم، نكون صاحبتها، أي حاجة تعاود لي أنا. أما إلا جيت نطبق عليهم داك القانون الصارمة، الأم الصارمة، فكنقول يقدروا يضيعوا لي بناتي من يديا، بالأخص أن في المجتمع المغربي شنو مؤخرا ولينا كنعيشوا. دونك من الأحسن أنني نكون أنا هي أقرب إنسان لبناتي. تبغي تلفي بنيتك في الفن؟ لا لا. علاش؟ حيت كنفضل انا ولادي يقراو، يقابلوا قرايتهم ويتوفقوا فيها ويمشيو يديروا شي حاجه بعيده على الفن. علاش تكون بعيده على الفن؟ انا الام ديالهم ممثله وفنانه. شو عطيتيني واحد التنهيده ما عرفتش علاش. التنهيده حسيتي بها يا. الفن ما كيوكلش طرف الخبز كبير. انا الحمد لله، اللهم لك الحمد، ولكن اون فوا كتطفى ديك البوله مشيتي. يعني العمر ديالو قصير الفنان. العمر ديالو قصير فوالا، هادشي اللي بغيت نقول لك. الحد كاينين الناس خدامين وبخير وعلى خير، ولكن حتى لين غيجي واحد النهار والبوله غادي تطفى، ومن بعد واش تسالي، ومن بعد تمشي تلاح في الركنه وما يبقى يسول فيها حتى شي حد، بحال بزاف تاع الناس حشومه.
هادشي كيضر في القلب. دونك كنفضل حنا هادي شوكه دقات فينا والله غالب ما نرجعوا عليها. الوغ بناتي الخطا اللي طحت فيه ما نبغيش بناتي يطيحوا فيه. الا كان كيعجبها الفن بغيت ديرو كهوايه انها تدير المسرح كهوايه فقط، ولكن باش يحترف وقت ثالث وقت ولكن باش يحترفوا للفن. ندمتي على دخولك للفن هدى بصدق صراحه؟ في بعض الاوقات كندم ماشي ديما. علاش ندمتي؟ ندمت ماشي ديما، لا بعض الاوقات امتى كنحس بديك الندامه، لانه واخا هكاك حنا ولينا عايشين في واحد الوقت اللي ولات شويه المحسوبيه، ولاو لي كليك بعضياتهم، ولاو هنا كيبقى هاد القضيه كتقصح. انت راجلك ديما مبعده على الاعلام، ما كنعرفوش عليه بزاف، كنبغي بغينا نعرف. تبركيكه شويه نعرف. المهم راجلي توا معنا في الدومين، كيشتغل بالقناه الثانيه، و ماشي انا اللي كنفضل انه يكون بعيد على الدومين، ما كيلاش شوفوها راجلي، لا الناس كيعرفوني انا، عرفوا شو هو، كيشوفوا شنو كندير. اليوم بغينا نعرفوا هو. هو شوف الزوج ديالي كي قلت لك كيشتغل بالقناه الثانيه، دونك معنا حتى هو في الدومين، والزوج ديالي هو ماشي غير زوج، الزوج ديالي هو انا كنعتبره صديق، كنعتبره اخ، كنعتبره اب، وهاد الحويجات هما اللي مخلين الزواج ديالنا لحد الان مستمر هذه مده ديال 12 عام. خلي الله دائما بغينا نرجع معاك بما ان جبدنا الحوايج اللي كنعيشهم دابا في المغرب، كتعرفي واحد الجو باعه كاينه دابا، دير واحد الحساب حمزه مون بيبي، شنو تعليقك على هذا الشيء وشنو رايك في هذه الجوبه اللي حاضره وتعلق دنيا باطمه في هذا الموضوع؟ شوف تيقني الا قلت لك قسما بالله الا ما عمرني شفت هذا الحساب حمزه مون بيبي، ولا قريت اشنو تيتحط فيه، وانا بعيده كل البعد على هذه المسائل هذه. بون كنشوفش داك الشيء كيتقال في لي ريزو سوسيو وهاد المشاكل اللي ولنا كنعيشوها، ولكن والله العظيم الا بعيده كل البعد. الفنان بما انه فنان وخارج للساحه الفنيه انه يركز على خدمته فقط، ما يركزش على حوايج اخرى. انا ممثله خاصني نركز على الحويجات اللي كندير، نركز على الادوار اللي كنلعب اكثر، ونركز على شنو غادي نعطي للمشاهد المغربي كان احسن، لانه الناس كيعرفوني انا، كيعرفوني ممثله، دونك ما كاينلاش انني ندخل في المسائل الشخصيه وشي حوايج، دونك انا كنسامح في حقي بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. شوف فينالمون شنو غادي يدي معاك انا تثبت معاك وتعايرت معاك وما نعرف شنو نوضنا قيامك حلا ايا لوغو من بعد، لا ما نعرفش لهادشي. شنو رايك في طوندونس المغربي؟ يكون غير كونتوني يكون زوين، محتوى يكون زوين. على فكره انني عندي قناه قلا ما عارفينهاش، عندي قناه في اليوتيوب اللي هي سميتها هدى صدقي، وكان علاش انني درت هذه القناه، شنو السبب ديالها؟ هو مؤخرا وليت كنسمع بزاف صراحه، عرفتي كتامنوا كتعرفوا ديك القضيه كيقول لك حوته كتخنس شواري. بحال دابا مثلا حنا كفنانات، انا كنهضر على كفنانات مغربيات، دونك كاينين شي وحدين بون ماشي فنانات كيعتبروا راسهم فنانات وكيديروا شي زباير، واللي حنا كنا اللي عندنا حنا كنا اللي معروفين ولا المحترفين كنا كنخلوا كنتقدموا فيها. دونك كاين بعض المشاهدين واخدين واحد النظره خايبه على الفنانه المغربيه، دونك من خلال هادشي اللي وليت كنسمع قررت انا ندير قناه باش نوري فيها بانه راه ماشي فنانات كلهم بحال انا فنانه داكوغ، ولكن راه منين كنسالي اون فوا كنسالي من هنا فين شفتوني كنبدل حوايجي، اون فوا كنحيد هاد لاتوني ديالي كنولي هدى صدقي مراه عاديه بحالي بحال جميع النساء المغربيات. دونك انا كنمشي لدويرتي كنقابل وليداتي كنطيب وليداتي كنقابل الزوج ديالي كنعيش حياتي عاديه. دونك من خلال هادشي قررت انا ندير لاشين باش نبين الناس ها شنو كندير من غير الفن ديالي. وبالنسبه لذاك روتيني اليومي صراحه شو هو بينا وشو هو بالمغاربه، واش دعوت الله داك خليني ساكت على لا خطك تهضري غير هضري. هو شوف انا مع روتيني يومي، ولكن روتيني يومي يكون محترم،
بين روتيني يومي، نطي طيبتي فطرتي صبتي فطورك وجدتي راجلك صيفطتي وليداتك للمدرسه داكوغ، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن ماشي روتيني اليومي، ماشي روتيني اليومي. وحشومه وحشومه زعما كوميم. لا 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 انا ماشي مع هذا الشيء. انا هاد الحوايج كنهضر فيها ما كان ما عندي ما يتخبى وما كنخاف من حتى شي حد، وهذا الشيء راه كاين وكلشي تيقولوا ماشي غير انا. كاين شويه ديال المحسوبيه وكاين شويه ديال الباك صاحبي وداك الشيء. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك، اللي بغيت نقول لك هو ماشي بحال شحال هادي، شحال هادي كان واحد 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 الفنان ولا واحد فنان الا ما كانش كيستاهل هذاك الدور بصح ما كياخذوش. لاله هدى الله يكمل لك بالخير، كلمه اخيره للجمهور ديال شوف تي في وشكرا على هذا الحوار الزوين. الله يبارك فيك، شكرا علاء، ميرسي شوف تي في، ميرسي لك علاء، وكنتمنى انني نكون عند حسن ظن المشاهد المغربي، وتسناوني ان شاء الله في عام قريب بهذا المسلسل اللي ان شاء الله غادي يكون توب 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 توب، وتسناو الجديد ديالي باذن الله، وشكرا شوف تي في.